لمن يدعي أن أبناء تعز حبوا الحصار ولا يرغبون بفتح الطرق أو أنهم يحاصرون أنفسهم. ألا ترى أنهم يخرجون إلى المنافذ في كل مرة يعلن فيه قرب عبور المواطنين؟ أعضاء السلطة المحلية ولجنة التفاوض والناشطين والإعلام والشباب. نحن من جانبنا اليوم كما ترون نزيل السواتر الترابية والمخلفات، نتمنى من الطرف الآخر أن يبادر بمبادرة مماثلة بتكليف فريق من لديه لنزع الألغام التي زرعها في هذه الممرات. نحن اليوم نعلن للعالم بأن محافظة تعز وأبناء تعز ليست لدينا أي موانع من فتح أي معبر يؤدي إلى فك الحصار في محافظة تعز، ونحن اليوم نعمل عمليا، وهذه رسالة عملية للجميع للعالم. لثلاث مرات وهم يأتون بالمعدات إلى المداخل الرئيسية ليرفعوا الأتربة والمخلفات استعدادا لاستقبال الداخلين، بل ويقومون بتنظيف الشوارع لعل ميليشيات الحوثي تفي بوعودها وتحترم تعهداتها، لكنهم يعودون بعد أن يطلق عليهم النار من قبل الحوثي أو ييأسوا بعد أيام من الانتظار. بلغونا أنه نبدأ بإزالة السواتر الترابية والقمائم وتجهيز الطرق لاستقبال فتح الخط. نحن نفذنا وعدنا، والآن نحن بنزيل كل المخلفات من هذا خط حوض الأشراف حتى يسمحوا لدخول الناس إلى داخل المدينة، إلى داخل مدينة تعز. الناس في حقيقة في كرب عظيم، الناس في أزمة كبيرة، الأمراض السرطان، أمراض الفشل الكلوي، أمهاتنا آباءنا يعانوا معانا كبيرة. دخلنا موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إحنا الآن منتظرين أمامكم كما وعدونا أنه في خلال الأسبوع القادم سيتم فتح الخط، نرجو أن يصدقوا هذه المرة. أبناء تعز جميعا، سلطة محلية وأحزابا وجيشا وأمنا، مشتاقون لساعات التخفيف على السكان عذابات السفر والموت على الطرقات، ومتعاونون مع كل دعوة أو عمل إنساني سيأتي بالمنفعة للمسافرين والمرضى والتجار والطلاب ومن يريد أن يتأكد بنفسه النزول إلى المنفذ الشرقي ليرى بعينه أن هناك أناسا بالمدينة لا يحبون أن يسجنون أنفسهم ويقفون كل يوم يخاطبون العالم: نريد طريقا إنسانيا يخفف عن السكان ويلات السفر عبر الجبال لساعات طوال.